وأدخل ببعض التفاصيل اللي صارت بالانتخابات اليوم. تحمل ندري بكتابه حمادي أحمد بدقائق الانتخابات زعل، حس نفسه بمرحلة خطر. شنو اللي تغير؟ شنو اللي اختلف؟ لا، حمادي كان يعني مدعوم وشخص قدم ما قدم للنادي، وأكو مقبولية عنده بالهيئة العامة، وقلت له أنا قلت له تتفوز مين. قلق لو ما قلق هو؟ يعني كان ما مرتاح بالبداية. قلت له أنت تطمئن، أنت تفوز يعني. أنا دعمني، قلت لك بعض الأسماء يعني يكون مهمة حتى نطلع أو نخرج الحصيلة مهمة، يكون إدارة قوية، إدارة مستجمة، إدارة طبعا تنتج فريق عمل للنادي حتى نعبر مرحلة يعني العراقيل، و ننتج الى بناء وتطوير النادي. هسه حمادي شنو نوصفه؟ عضو هيئه اداريه، لاعب فريق القوه الجويه، شنو التوصيف الرسمي لحمادي احمد؟ اعتقد سمعت تصريح انه ذا خيره بين العمل الاداري واللاعب، قال اختار العمل الاداري. العمل الاداري، وقبل الانتخابات انا سالت هذا السؤال. أي. قال لا، انا اختار العمل الاداري. اذا هو اعتزال رسمي للاعب كره القدم مع القوه. هذا يسمح له يكون لاعب، هذا مفروغ منه في وقت سابق بفوزه إدارة. بالانتخابات السابقه قالوا له ما مسموح لك تجمع، ما مسموح، خلاص انه هو يتخذ القرار الصحيح، هو اللي يشوفه مناسب. وانا يعني قلت لك جلست وياه قبل الانتخابات، قال انا اختار العمل الاداري. التجربه الاداريه لحمادي تتوقع ان تكون ناجحه كابتن بالقوه الجويه؟ لاعب كره قدم يعتزل يروح يعمل بالعمل الاداري؟ اكيد لازم يكتسب خبره ويتمرس بالعمل حتى يكون يعني اكثر درايه واكثر خبره، حتى يقدر ينتج للنادي. ايش قد يلا هيثم كاظم كسب الخبره بعد اعتزاله كره القدم وشعر نفسه انه متكامل اداريا؟